البعديل هو الهيموليتيك انيميا مره اخرى. كلاسيفيكيشن هيموليتيك انيميا مهم جدا، في عندنا هيريديتري كوزز زي هيموجلوباثي زي ممبرين او ثنزيوم باثي، وفي اسباب اكوارد زي الاكوارد في عندنا ايمون ميدياتد، في عندنا ايمون ميدياتد من نعرفهم طلاب من ايمون ميدياتد زي الهيموليتيك ترانسفيجن رياكشن زي الاوتو ايمون هيموليتيك انيميا زي الهيموليتيك ديزيز اوف نيو بورن زي الار اتش والار اتش اند اي بي او انكومباتيبلتي او ار اتش اند اي بي او ايزومرايزيشن. من ايمون ميدياتد اللي كومز تست تكون فيها نيجاتيف، في عندنا مايكرو انجيوباثيك هيموليتيك انيميا، في عندنا زي الدي اي سي زي الاتشوهات زي التي تي بي زي البي اي تي زي الهلب. فانا براكتس من نشورنا الهيموجلوبينوريا، هذا عباره عن نان ايمون ميدياتد، كمان هايبر سبرينزم، مالاريا، في عندنا سناك فينيوم، لو فيتامين اي، كل هذول عباره عن نان ايمون ميدياتد هيمورز بصير فيهم. سواء انسمتم للهيمورز بشكل عام طلعوا الاسباب الهيريديتري، حكينا في عندنا الثلاسيميا والسكس انيميا، هذول بيكونوا هيمورز، بس نركز السكس انيميا بتكون نورمال سيتيك، اما الثلاسيميا بتكون مايكرو سيتيك، بتكون مايكرو مايكروستاتيك. الممبرين وبثي زي سوسيتوس والإليبتوسيتوس، نسيبه بثي زي هيشكس بدي وبروفيت كانت ديشنسي. ساينا السمتم سريع للهيمورزاس، هيمورتك أنيميا يكون في عنا أنيميا يكون فيها جوندس، أنيميا زائد جوندس، هاي مهمة جدا، أنيميا زائد جوندس، لأنه التكسر بيؤدي لارتفاع الاندايركت بيلوروبين، بيؤدي لارتفاع الاندايركت بيلوروبين. في عنا جي جول بلادر ستون مثلا، هم بيجمنتد لونهم بلاك، بيجمنتد بلاك، بيجمنتد ايش؟ بلاك جول بلادر ستون. في عنا ليج ألسر، هذا بنلاقيه بالسكس الأنيميا، بون ديفورميتي بنلاقيه في البيتا ثلاسيميا ميجر، ركزوا انها بالميجر. كرايزس، مين اللي بيجي معهم كرايزس سكس الانيميا؟ في لهم عده كرايزس رح نناقشهم مع الاطفال. الايرون اوفرلود، وين بنلاقي الايرون اوفرلود؟ ديو تو فريكونت بلاد ترانسفيجن، هذا بنلاقيه في الاكسترا سكولار هيمول زي الثلاسيميا والسكس الانيميا، بنلاقي عندهم ايرون اوفرلود بيتا ثلاسيميا ميجر طبعا، والسكس الانيميا الديزيز اللي هو المرضى. اللابس الريتيكوسايت كان بيكون عالي، هذا دليل انه عندنا تكسر وعندنا البون مرعى معاه عم بحاول يعوض. الانكونجوجيت بيلوروبين اندايركت بيكون مرتفع، الاوروبيلينوجين في اليورين بيكون مرتفع، والسيركوبيلينوجين في الفيسس بيكون مرتفع، فيكل ال دي اتش بيكون مرتفع، لان ال دي اتش داخل موجود داخل الغدد البطنيه، لما تتكسر الغدد البطنيه بيرتفع بالدم لانه بيطلع من برا الخليه بيرتفع بالدم. الهبات هبتوغلوبين بيقل، ركزوا على الهبتوغلوبين انه بيقل، واضح؟ هاي هي النقطه. لاحظوا هون عندي هذا الصوره، هاي صوره الايش اللي هي كولونيكيا، كولونيكيا هم اللي لقيها وين؟ في الايرون deficiency anemia. شيء فرق very specific للiron deficiency anemia، iron deficiency anemia اللي هي very specific للiron deficiency anemia. خلصنا هذا الجزء من المتعلق بالهيموليزس، يعطيكم العافية، نتقابل إن شاء الله محاضرات قادمة.